ليه يا اختي كده على الصبح؟ انا ناقصه. ليه يا اختي انت؟ ايه ده؟ مين انت؟ فين زيزو؟ هتفضلي تشوحي لي بالبتاعه دي كتير؟ فين زيزو؟ مين انت يا مفضوحه انت؟ زبونه. قولي له زبونه. غسالتي بايظه بتهرب وعندي كوم غسيل قد كده ونفسي احسن. تهرب ايه؟ زبونه ايه؟ هو محل حلاقه؟ البيوت لها حرمه والناس لسه نايمه. طب خشي صحي قوام يلا. انت هتأنسينا لحد ما يصحى ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت، بس ما تنسيش تبقي تقولي له سناء. يلا بتضرب كاس المي عادي. مين اللي كان بيخبط يا جيجان؟ صحتك بنت الملكومه دي، مستعجل ليه؟ ما تتسبح وتفطر براحتك. لا انا عندي مصلحه مهمه. مين اللي كان بيخبط؟ واحده مقطوعه كده بتقول زبونه غسلتها خربانه، وهي خربانه. زبونه؟ وانا من امتى بتجيلي زباين لحد البيت؟ رايح فين؟ رايح دوره الميه. هجيب لك بشكير وغيار. طيب لا ما انا مش هستحمى. هتعمل ايه؟ هشقلب في دوره الميه. ايه يا شجاعه؟ الناس بتعمل ايه في دوره الميه يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه في ايه؟ يا نهار ابيض. استنيني بقى. اسود انتوا مين؟ اما يا اما فين يا بنتي اشجان؟ عبد العزيز بيصرخ ليه؟ ما عرفهاش يا مرت خال. امال هو فين؟ في الحمام. مين اللي جوه ده يا اما؟ هو مين ده يا ابني؟ الا ايه يا اما ده؟ ده كلام برضه؟ قصدك الديك الرومي؟ دي اشتريته لك اشجان. ولا ديك رومي ولا جبنه رومي، وبعدين ده خيال لي يا اما، كل ما ابص لي يبص لي بجنب عينيه كده، ايه الرعب اللي انا فيه ده؟ وانت سايبه الدنيا دي كلها وجايه على دوره الميه تحطي فيها ديك رومي؟ امال الواحد يصرف نفسه وين بقى ان شاء الله؟ في البلكونه؟ لا البلكونه فيها فروج وكتاكيت وثلاث ارانب. لا ده انت ناويه تجننيني، يا اما تهجيني من البيت اصلا. حق عليها بتربي الطيور عشان توفر لك فلوس. صبرك بس 6 و8 شهور والخير كله ان شاء الله. لو انت فاكرين انا هستنى في المورستان ده 6 و8 شهور، انا عايز ارجع ما الاقيش كتكوت في البيت. طب يا حبيبي خش انت بس كمل وانا هصرفهم لك. تزربنش كده. كمل فين بس يا اما؟ ما قطعت خلاص، ابقى اشوف اي دوره ميه في الطريق وانا ماشي. هو مين اللي كان بيسال عليا؟ واحده حتى لا حمار ولا اخضر ومتقصعه كده وعريانه. اسمها سماء ولا مستنياك تحت؟ معقولة هي؟ اه طالما عريانة. قول حاجة ولا ايه؟ لا ما بقولش أي حاجة، عايز أرجع ما ألاقيش حاجة في البيت. ها؟ ماشي. ماشي خلقه كده مش طبيعي. أنت اتجننتي اتهبلتي؟ أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هذبحه ولا هرجع لأصحابه ولا إيه؟ رجع أصحابه إيه بس؟ ما تحطوش في الحمام، يبقى حطيه في البلكونة. فتحي بقى. يبرد. فتحي. يا جامد. يلا يا معفن. يخرب بيت امك بتسنينك على الصبح يا واد. انت شفت عقربه؟ هلعن اللي حصلت تجيلي المنطقه عشان تعرف ان انا ممكن اخطفك من حضن ماما. تعالي. مين البنت الصعيديه اللي عندكم فوق دي؟ وانت مال اهلك يا بنت المجنونه؟ عايزه تخلفي ازاي يا بنتي واحنا في الوضع ده؟ طب اعمليها بس كده وانا ادفنك هنا في قلب الشقه. خلاص يا راجل يا شملول اتجوزني. الله، امال احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو؟ هموت واخلف قبل ما اقطع برضو. خلاص روحي اتقدملي. اعمل فيك ايه بقى؟ اخنقك كمان؟ اخنقك عشان اخلص منك؟ الغيره قاتله. موتي موتي عشان اخلص من زنك. استنى هقول لك حاجه. بذمتك ودينك لو رحت اتجوزت واحده هتلاقي احلى مني؟ هلاقي ايه؟ طب ابعد عليا. هتلاقي واحده تنغلشك وتغلس عليك زيي؟ لا. هتلاقي واحدة تلحلق تدلعك وتعلي مزاجك زيي؟ في دي بقى انت عاملة الصح وزيادة. فطسك.
انا قايم. ايه ده تعالى، رايح فين؟ عندي حاجات كتير عايز اعملها. لا استنى، عايزك في موضوع مهم. عايزه ايه يا ستي؟ خد عد الحاجات دي لغايه لما اروح كوبايتين عصير واجي. ايه ده؟ الفلوس دي مسروقه ولا ايه؟ يا بنت زيزو يا معلم دلوقتي مع الست سناء مش عايز جوزها بهلول. داخل انت بقى عليا بالارشينات فاكراني هتخض ولا ياكش تكوني فاكره فلوسك دي فلوس يا بنت ولا انا محتاجهم؟ ماشي يا اخويا، ماشي يا عم المستغني. طب ورحمه امي ما هم راجعين؟ يا بنت انا اصلا شاكك في الفلوس دي، وانت بصراحه ربنا مش عارفه تفهمين الفلوس دي مسروقه من ابوكي ولا جايباها منين بالظبط. هقول لك يا زيزو عشان اخلص منك، الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش السجن. قولي كده، الفلوس اللي سرقهم بهلول ودخل بيهم السجن؟ ماشي. اللي ماشي ما بتشتغلش في فلوس مسروقه يعني؟ حد الله لا والنبي، ليك بس في الحب الحرام. دي حاجه ودي حاجه، ولا عايزه حياتي تبقى كلها شمال؟ طب هقول لك على حاجه، خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياه. يا زيزو نفسي يكون ليا حته قد كده جواك. يا بنت ده انت الحته كلها. لا والنبي صحيح، او ربنا يا نهار اسود، ده انت الحب والمب والاسد والدب. ايوه كده، دول معايا بقى. وسيبني يا زيزو الدحل بكده لغايه لما عسكر جواك، غيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعصلج معايا. مين ده اللي يعقر ويعصلج؟ لا انا في الحاجات دي بقى مطيع طاعة عمياء. مفلتش للشرف يا ابن الكلب. يا نهار اسود، ابويا والنبي لا، ارمي المسدس ما توطيش نفسك في ده، ده جوزي. انتوا بتضحكوا عليا ولا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزها يا معلم. جوزها ازاي وهي متجوزه يا ابن المجنونه؟ ما تجيب الورقه يا بنت. ورقه ايه اللي هتجيبها؟ انتوا هتجننوني. اتطلقت يابا، والله العظيم اتطلقت، رفعت عليه قضيه واتطلقت للضرر وطلعني من السجن. اخرسي خالص. اسمع بقى يا معلم، ما تفتكرش ان انا خايف من الطبنجه اللي في ايديك، انت مراتي، انا ما عملتش حاجه غلط. لو خلصت علينا مش هستفيد حاجه، فضيحتك هتبقى بجلاجل. فلاتين دول اصل، وعندي منهم صور كتير قوي ممكن يغرقوا شارع عبد العزيز كله. وبعدين يعني يقولك لو واحده من دول راحت لابنك الباشا صابت. هيتجوزني شرعي يابا، والله العظيم هيتجوزني شرعي. انت خاصي خاصي، عرفت توطي راسي قدام الكلب ده؟ عرفت تنتهي من البيت بره؟ اطلع بره. سامحني يا بلش. قولي لامك انها طالب. مالك يابا؟ طالب بالتلاته. ابويا